اليابسة، موطنًا رئيسًا لاثنين من أفتك حيوانات إفريقيا. لدى التماسيح 68 سنًا، وهي صاحبة أقوى فك على الكوكب. أما أفرس النهر فلديها أنياب حادة قادرة على قطعنا إلى نصفين، كلاهما يتمتع بغريزة القتل، ولا يتنازل أي منهما عن إحكام قبضته على النهر. وعندما تشتد ظروف الطبيعة يتحول التسامح عدوانية. فرس النهر ضد التمساح، أي منهما سيكون مصارع إفريقيا الأقوى؟ إنه شهر الموت في وادي الوانغوا، موسم الظروف القاسية. الجنة على وشك التحول جحيما، وتواجه أنثى التمساح معركة ربما لن تنجو منها. إنها ليست وحيدة. انسوا كل ما تعلمتموه عن أفراس النهر بأنها لطيفة وظريفة. لكي تتشارك مع التماسيح في هذا النهر عليها أن تكون الأكثر شراسة. التماسيح أكثر مفترسي المياه العذبة فتكا على الكوكب. إنها ليست بحاجة إلى التشارك، لكن أفراس النهر سيدة الضفاف. بوزن طنين ونصف الطن المشحون بالتستوستيرون والعدوانية، ربما يكون أكثر الحيوانات عدوانية. ضعهما في حلبة المصارعة وستكون جولة صراع الجبابرة. إنهما مختلفان كلياً عن بعضهما البعض، لكن كل منهما مستعد للقتال والقتل. وهذه المعركة ستكون اختباراً حقيقياً لمدى قدرتهما. كلاهما لديهما فرصة في الفوز باللقب. كلاهما يتمتعان بقدرات خارقة على التأقلم، وكلاهما لديهما نقاط ضعف، لكن لديهما الهدف ذاته، التناسل والبقاء. بدأت اللعبة، ومعها ستتحول هذه البيئة الخصبة إلى مرتع للولائم والمجاعة على حد سواء. العديد سيستسلمون لألد أعداء النهر، الحر الشديد. تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية، وبدأ موطنهما الطبيعي ينقلب ضدهما. بدأت الآثار المدمرة لمرور 6 أشهر من دون مطر تظهر. بالنسبة إلى التماسيح، إنه الوقت المناسب للتركيز على الأجيال القادمة. بالنسبة للبعض الآخر، إنه الوقت المناسب لانتهاز الفرص. وبالنسبة لسيد الشاطئ وقطيعه، إنها بداية فترة الاضطرابات، فمنطقة سيطرته تتقلص. بالنسبة لكلا المصارعين، فإنهما في بداية الزحف الكبير باتجاه ما تبقى من المياه. إنه وقت التأقلم أو الموت. يأكل فرس النهر ما يقرب من 36 كيلوغراما من العشب في الليلة الواحدة، لكن النباتات بدأت تتناقص. بدأت أعداد الجثث تزداد، ولكنها مصدر غذاء شهي إذا كنت تمتلك معدة قادرة على هضمها. تتميز التماسيح بأقوى أجهزة الهضم في مملكة الحيوان،
تستفيد وتخزن كل عضة تقريبا من وجبتها، ويمكنها البقاء على قيد الحياة لعام كامل دون طعام. حان وقت التخزين. التماسيح غير قادرة على المضغ، ففكها وأسنانها مصممة للقبض على لحم الجياف وتقطيعها. أضخم وأكبر التماسيح سناً له أفضلية البدء والحصة الأفضل. تبلغ قوة عضة التمساح بطول 5 أمتار ونصف المتر 2267 كيلوغراماً في الإنش المربع. هذا يعادل ضربة بوزن 2.5 طن. العضلات القوية تطبق الفك، بينما تقوم 68 سناً باختراق اللحم والإمساك به، ثم يلف جسمه بمقدار 360 درجة. القوة العضلية لجسمه مع حدة أسنانه تساعده على تمزيق اللحم من الجيفة. هذا ما يعرف بدحرجة الموت. لديه واحد من أقوى الفكوك في العالم، ونظام استقلاب قادر على تحدي الجياف. يبدو أن التمساح هو الأوفر حظاً للفوز بهذه المنافسة، أما فرس النهر فيبدو الحلقة الأضعف. ولكن لكي نفهم ما يثير غضب كل من متنافسينا، علينا أن نتعمق أكثر في عالميهما. يحتاج كل من فرس النهر والتمساح إلى اليابسة والماء كي تزدهر حياتهما. يعد النهر بمثابة عقار ممتاز، ولمعظم أوقات السنة تعيش في رخاء على هذه الأرض الخصبة والوفيرة بالمياه. بجلده الذي يصل وزنه إلى 500 كيلوغرام، يقضي فرس النهر ما يقرب من 16 ساعة في اليوم داخل الماء كي لا يتعرض للجفاف. لا يدعو ذلك للدهشة عندما نأخذ بعين الاعتبار أن أقرب أقربائه هو الحوت. منذ نحو 55 مليون سنة انفصل فرس النهر والحوت من الحيوان الثديي المحب للماء ذاته. أحدهما اتجه نحو المحيطات وأصبح حوتا، أما الآخر فبقي على اليابسة وأصبح فرس النهر الضخم البرمائي الذي نعرفه اليوم. يمكنه حبس أنفاسه لخمس دقائق، وتصل سرعته إلى 8 كيلومترات في الساعة على قاع النهر، لكن فرس النهر لا يستطيع السباحة. التماسيح أقدم من أفراس النهر بكثير، وبالكاد تغيرت على مدى 70 مليون سنة الماضية. يمكننا القول إنها وصلت إلى قمة التأقلم. تصميمها القابل للتكيف مكنها من التعمير أكثر من الديناصورات لتصبح من أكثر الزواحف تأقلما على الكوكب. إنه قمة في الشكل والوظيفة. ذيله العضلي يشكل نصف طول جسمه، ويدفعه بسرعة 32 كيلومترا في الساعة داخل الماء. لديه مجموعتان رئويتان يستخدمهما مثل العوامات في الغوص والعوم. وبوجود أسطوانة الغوص الداخلية هذه، يستطيع البقاء تحت الماء لما يزيد عن ساعتين. يعد هذا المكان خطيرا بالنسبة لابنة سيد النهر حديثة الولادة. هي أيضا تمضي وقتا طويلا تحت الماء، لكنها حتى الآن غير قادرة على حبس أنفاسها لأكثر من 40 ثانية. تغوص آمنة على مرأى وسمع القطيع.
تتواصل أفراس النهر تحت الماء بالأصوات والصفير كالحيتان. تطور الأم وصغيرها علاقة وثيقة تستمر عدة سنوات، حتى سيد النهر يلعب دوره كونه حارسها الشخصي. على مدار الأسابيع القليلة الأولى، أفضل ما يمكنها القيام به هو البقاء متوارية عن الأنظار، حتى إنها ترضع هنا حيث تثني أذنيها للخلف وتغلق منخريها كي لا يدخل فيهما الماء. سوف تتغذى على الحليب على مدار الأشهر الثمانية المقبلة، لذا ستكون بحاجة إلى أن تبقى أمها قوية خلال الأوقات العصيبة المقبلة. في الوقت الذي تزداد فيه البركة ازدحاما، يصبح الطعام والماء أكثر ندرة وتقل طاقتها. إنه وقت خطير لتتشارك موطنها مع مفترس فتاك. يعد نهر لوانغوا عصب الحياة لأفراس النهر والتماسيح ولقاطن مسن آخر في الوادي. انحسار النهر يعني أن مناطق سيطرتها بدأت بالتداخل فيما بينها. القرويون المجاورون يعتمدون أيضا على النهر. لكن خوض غمار هذا النهر يعد تحديا للموت. هذا موطن أفراس النهر. بإمكانها أن تقسم القارب إلى نصفين، ورغم أنها لا تأكل ضحاياها إلا أن أفراس النهر تقتل لتدافع عن منطقتها. مشحونة بنسب عالية من التستوستيرون والعدوانية، تتراكض ذكور أفراس النهر غاضبة طوال الوقت. سبق وأن ترك القطيع منطقته، وأفضل استراتيجية هي التنقل الدائم. اليوم ينتقل القطيع مبتعدا عن الخطر، وسيتجه نحو بركة جديدة أسفل النهر. أفراس النهر اجتماعية، ولا أحد منها يرغب في أن يترك وحيدا. بالسرعة القصوى يمكن لفرس النهر المتأخر هذا أن تبلغ سرعته 48 كيلومترا في الساعة. هذا أسرع من بطل العالم الأولمبي لست مرات أوسين بولت. بينما يسير القطيع بانتظام نحو أسفل النهر، يصل سيد النهر وقطيعه إلى نهاية النهر. البرك الباقية مكتظة عند آخرها. كالعادة فإن نسبة التستوستيرون عالية، لكن ذلك ليس الشيء الوحيد الذي يجعل من أفراس النهر قاتلة. حان الوقت لإشهار أقوى أسلحته، جوف فمه.
إنه يبدو كترسانة من الأسلحة. أنيابه الأربع مدببة وسميكة، وفي كل مرة يغلق فيها فمه تحتك الأنياب ببعضها لتظل حوافها حادة كالشفرات. يمكن لنابيه السفليتين أن يصل طولهما إلى 45 سنتيمتراً، ويصل وزنهما إلى 5 كيلوغرامات. القواطع أصغر حجماً لكنها كفيلة بأن تسبب الكثير من الضرر. تنمو القواطع السفلية أفقياً وقد يبلغ طولها 15 سنتيمتراً. موقعها هذا يسمح لها بطعن منافسيها كالخنجر. لا تحتاج أفراس النهر للقواطع كي تأكل العشب، وفمها مصمم ليخدم كترسانة من الأسلحة العاجية. بطبعها الحاد وأسنانها الشبيهة بالخناجر، فإن أفراس النهر تعد آلة القتال القصوى، ويمكنها قسم التمساح إلى نصفين. فلتظهر أفضل ما لديك كمصارعة حقيقية، فإن لدى التماسيح درعا واقية. جلدها عبارة عن شبكة مترابطة من الحراشف المصنوعة من مادة الكيراتين، كما هي حال أظافر الإنسان. لكل حرشفة مستشعر أسود صغير، وعند فكها تبلغ حساسية المستشعرات 10 أضعاف حساسية أناملنا. بالرغم من درعها الحرشفية، تستطيع التماسيح الإحساس بكل حركة حولها، حتى إن لديها أقنعتها الفريدة الخاصة والمكملة بمنخارين قابلين للإغلاق. النموذج عشوائي وتسببه شقوق، مثل الشقوق التي تتشكل عندما يجف الوحل. ولكن ليست عملية التقلص ما يسبب الشقوق. عندما تتسع جمجمة الجنين، يتمدد جلد الوجه إلى أن يتشقق ويتمزق، تاركاً كل تمساح بشكل مختلف من الحراشف الوجهية. على طول ظهره تصبح الحراشف أكثر تحدياً ومعززة بالعظام، لتمنحه ذرعاً إضافية أخرى لحماية أعضائه الداخلية. تقول الأسطورة إن درعه مضادة للرصاص. سنرى الآن ما إذا كانت درعه مضادة لأفراس النهر. يمر شهر الموت مسرعا، وتصبح معه أجزاء كبيرة من الوادي مهجورة. لكن هذه الحيوانات المتمرسة بالبقاء لديها هم آخر يشغل بالها. إنه شهر التزاوج. يقوم الذكر المهيمن بجعل الماء يتراقص ليعلن جهوزيته للتزاوج. يقوم بتحريك عضلات جذعه بسرعة تحت سطح الماء ليخلق موجة ما تحت صوتية ذات تردد منخفض للغاية، يمكنها السفر عبر الماء. خطوته التالية تتمثل في أكثر ما تبرع التماسيح فيه، الصبر والانتظار. تبلغ ذكور التماسيح جنسياً عندما يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار بقليل، عادة ما يحدث ذلك بعمر 10 سنوات. إنه لطيف على نحو مفاجئ. تحول المصارع ذو الدرع السميكة إلى عاشق متلهف. يقوم بالدوران حولها والاحتكاك بها، محاولا بصبر أن يقنعها بالنزول تحت الماء.
القرار يعود إليها. عندما تصبح جاهزة فإنها ترفع رأسها. تحت الماء يلف قدميها الخلفيتين وذيلها إلى جهة واحدة كي تصطف فتحتهما على نسق واحد. سيخصب الذكر المهيمن آلاف البويضات هذا الموسم ليضمن مستقبل نوعه في الوادي. لكن لا ضمانة أبدا، لأن النهر يمنح الحياة ويأخذها في آن واحد. وادي لوانغوا موطن لخمسة وعشرين ألف فرس نهر تقريبا. إنها أكبر كثافة لأفراس النهر على الكوكب. لكن خمسة وعشرين ألف فرس نهر تشغل مساحة كبيرة. لقد أصبح المكان مكتظا بسبب انحسار النهر، وبدأت أفراس النهر والتماسيح بالتنافس على المنطقة نفسها. ابتعد عن منطقتي. الصدام حتمي. ينتقل العديد من التماسيح إلى ضفاف النهر. أما بالنسبة لأمهات التماسيح هذه فحان الوقت لتجهيز أنفسها والتركيز على المستقبل. تظهر البيضة الأولى مغطاة بطبقة سميكة من المخاط ليحميها من وقع السقوط. على مدار الشهرين والنصف أو الأشهر الثلاثة القادمة ستكبر أجنتها داخل قشرتها الجلدية. تلعب درجة الحرارة دورا حاسما في تحديد جنس الصغار. درجات الحرارة المتراوحة بين 31 و34 درجة مئوية تنتج ذكورا، بينما تؤدي درجات الحرارة الأقل إلى إنتاج الإناث. وضعت هذه الأنثى ما بين 40 و60 بيضة، وعندما تنتهي تخبئها في تجويف معتم بمعزل عن العالم الخارجي. ستقوم بحراسة الحاضنة ليل نهار، لكنها لا تستطيع ضمان سلامتها، فالمفترسون يطوفون خلسة في المكان. انحسار النهر جنة للمفترسين، وبالنسبة للمفترس المتمرس يصب الحر الشديد في مصلحته أيضا. المياه الثمينة تجتذب الطرائد كما يجذب وعاء العسل النحل. إنه المكان الأفضل لنصب الكمائن. إجهاز سريري بارد يجعل من التمساح السفاح المطلق
آلة قتل مثالية التصميم. جسمه الشبيه بالتوربيد لا يترك إلا مساحة ضئيلة لأعضائه الحيوية فقط، ما يعني أنه عبارة عن عضلة واحدة كبيرة، سلاح تدمير مثالي. إنها نهاية موسم الجفاف، وما زال سيد النهر قادرا على الحفاظ على قطيعه متماسكا. لكن الفضل تملأ المكان. وسطيا يطرح كل فرس نهر 3 أطنان من الفضلات في النهر في السنة. وقد حولت رحلتها هذه عقارها المثالية إلى مكب للنفايات. ولكن مصيبة أحدها قد تكون مصلحة لآخر، فالتماسيح تطبق على جيف أفراس النهر. صغيرة سيد النهر الجريئة تتعلم دروسا قاسية في الحياة، فاحتمالات البقاء تتناقص ضمن القطيع. ولكن على ضفتي النهر تظهر حياة جديدة. إنها بداية الفقس. فقد انقضى 90 يوما ونداء الحياة أصبح جليا. على الرغم من ملايين السنين من التأقلم لتثبت قوتها، فإن هذا المفترس المثالي الصغير يأتي إلى العالم بهشاشة وضعف أي صغير آخر حديث الولادة. تحديها الأول هو البقاء، وبالنسبة لهذا الجيل الجديد من المصارعين فإن معركته على وشك البدء. ينتقل التوتر عبر النهر المكتظ. في الجوار تقوم التماسيح بفرض حصارها الخاص، لكنها لا تسعى لانتزاع المنطقة، بل في سباق محموم للافتراس. الصغار حديثة الفقس تنادي أمها من النهر. لكن الآخرين قد سمعوا نداء، وبالنسبة لهم هذا أشبه بجرس المائدة. لكن وحشية الطبيعة تأخذ منحا آخر، حيث يطارد صغار حديثو الولادة ويفترسون من قبل نوعهم الخاص.
تحاول الأم أن تنقذ منهم من بقي على قيد الحياة. جلدها شديد الحساسية يسمح لها بحمل صغارها بلطف داخل فكيها. الفكين ذاتهما القادرين على قطع فريستها نصفين. نجح أربعة من صغارها في الوصول إلى هذه المرحلة، لكنها لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد. 2% فقط من صغار التماسيح ينجحان في الوصول إلى سن البلوغ. تجتذب الحركة انتهازيين آخرين. نظرة من الأعلى ترصد المزيد من الصغار أسفل النهر. يجول النسر صائد الأسماك في هذا الجزء من النهر باستمرار. أعداد الأسماك في تناقص دائم، وبالنسبة له فإن صغار التماسيح وجبة سريعة. من أصل 50 بيضة التي وضعتها الأم، يبدو أن واحدا منها فقط سينجو. يبدو أن التماسيح ليست مضادة للرصاص في النهاية. يجلب الليل راحة من الحر، لكن لا راحة في هذا المكان المكتظ. التماسيح تقترب، لكن أفراس النهر صامدة في مكانها. إنها آخر بركة باقية، وبالنسبة لسيد النهر وقطيعه فإنها آخر ملجأ له، وسيضحي بحياته دفاعا عنها. سيطر سيد النهر على آخر بركة في الوادي ولن يرحم أحدا، لكن التماسيح تقترب بإصرار من البركة ذاتها. إنها نقطة الصدام لكل من أفراس النهر والتماسيح. انضمت الأم إلى الحشد أيضا، فقد فشلت مهمتها بعد أن فقد صغارها الأربعة الحياة نتيجة جشع ذكور جماعتها. وصل التسامح إلى نهايته. فقد أطلق سيد النهر تحذيره، لكن الوقت قد فات. فالهدنة الهشة بين التماسيح وأفراس النهر على وشك أن تخرق. أنثى التمساح على مسار الصدام الحتمي، كونها تتقدم مباشرة نحو معقل سيد النهر الحصين. جيش من أفراس النهر يدافع عن بركته، ولا تصب احتمالات النجاح
في صالح تمساح وحيد. طرد التمساح. صمد سيد النهر في مكانه، ومرة أخرى أثبتت أنثى التمساح براعتها الفذة في البقاء. ربما ساعدتها مستشعرتها الحساسة على تجنب الأنياب القاتلة، أو قد يكون سبب نجاتها درعها العظمية. أيا يكن، إنها محظوظة لبقائها على قيد الحياة. هدأت المعركة لتكشف عن المأساة الحقيقية. خلال المعمعة أصابت الناب الحادة هدفا طريا. يبدو أن دفاع أفراس النهر الأشرس كلفها أغلى أعضائها. الصغيرة أضيفت إلى قائمة الضحايا. ربما يمر عامان قبل أن تضع الأم مولودا آخر. بينما انتهت حياة أحداها، تستجمع البقية قواها، كل منها في قمة التأقلم، وتأمل في التغلب على احتمالات البقاء الصعبة لتضم صفوفها إلى الأكبر منها سنا. الماء واليابسة، موطنان رئيسان لاثنين من أفتك حيوانات إفريقيا. فرس النهر العاشي بالعدواني والمستعد للتضحية بحياته دفاعا عن النهر، والتمساح الماكر والمدرع لكن بلمسة حساسة. إنه أنجح مفترسات المياه العذبة على الكوكب. لا رابح في هذه المنافسة، فكلاهما بطل في صراعه الخاص. بالنسبة لأفراس النهر والتماسيح، معركتها الأزلية سوف تستمر. في كل سنة يرغمها موسم الجفاف على الصدام فيما بينها، ويؤدي إلى فناء الضعيف والهش. ليس الأقوى أو الأذكى من يستطيع البقاء، بل الأقدر على التكيف مع التغيرات.